رحلة الاستكشاف الحقيقية لا تستلزم الذهاب لأراض جديدة، بل تستلزم الرؤية بعيون جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدينا الكرام عبر شاشة الظفرة وأيضا متابعينا الأوفياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أخوكم خليفة الكعبي وهذه الحلقة السادسة من مسابقة نجوم الابتكار، موسم التحدي والإبداع والتميز. أذكر أن نجوم الابتكار برنامج يسعى إلى تكريس قيم التفوق في مجال العلم والتكنولوجيا ويعزز شعور الفخر والانتماء بوطننا الإمارات. اليوم نواصل المرحلة الثانية من نجوم الابتكار، يشارك معنا 4 فرق بيعرضون تطورات مشاريعهم المشاركة، وبنهاية الحلقة بيظهر فريق واحد. عليك أن تعرف بأن قيمة المرء دائما حيث يضع نفسه. أرحب بجمهور نجوم الابتكار، قولوا معايا نجوم الابتكار. أرحب بكم من هذا المكان اللي يشهد تحدي وتنافس فرق الابتكار العلمي من معاهد التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الثانوية الفنية في دولتنا الحبيبة الإمارات. أرحب بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين. أيضا أرحب بسعادة عبد الرحمن موسى حمدان، أمين عام الجائزة. أرحب بلجنة التحكيم اللي تضم خيرة أكاديميين وعلماء واستشاريين، الدكتور عادل العامري، المهندس أحمد حسن، والمهندس محمد الشامسي. اذكروا بأن اللجنة هي الحكم في استمرار أو انسحاب الفرق المشاركة، فهي صاحبة القرار الأخير. وذكروا بأن أكثر الناس سعادة هو من جعل كثيرا من الناس يشعرون بالسعادة، ولازم تعرفون أن الإرادة القوية تقصر المسافات، والمهم من بيواصل الطريق، من بينجح بيحفر اسمه بين مبدعي هذا الوطن الغالي الإمارات. جوائز الابتكار هي 180,000 درهم تقدم إلى 3 مشاريع، يحصل الفائز الأول فيها على 80,000 درهم، والفائز الثاني 60,000 درهم، والثالث 40,000 درهم. طبعا جوائز البرنامج مقدمة من جائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي للابتكار. خلينا نخوض التنافس، وقبل لا نبدأ خلينا نتعرف أكثر على ملخص الحلقة الخامسة وراجعينكم. بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، شهدت الحلقة الخامسة من البرنامج العلمي الرائد نجوم الابتكار العديد من المشاريع العلمية المتميزة. مشروع نظام ذكي لكشف انتهاء صلاحية المواد في الثلاجة، نظام تزويد بالماء صحراوي وذاتي التشغيل، مشروع جهاز مساعد للمشي، مشروعي هو نظام مراقبة الصحة المحكم بالصوت. كان على لجنة التحكيم طرح العديد من الأسئلة على الفرق المشاركة. عندي عدة أسئلة، كيف تغلبتوا على هالنقطة هذه؟ كيف بيشتغل الجهاز؟ ممكن هو يحل مشكلة معينة انتوا فكرتوا فيها، وذلك للتعرف على أدق التفاصيل التي تتعلق بالمشاريع. ما زالت في مشكلة اللي هي المحاكاة. هل فكرتوا في أمور السلامة العامة من ناحية ميكانيكية؟ Efficiency never أبداً أبداً ما توصل في أي ميكانيكال سيستم إلى أكثر من 50%، لأن اليوم حاول جهدك ما بتوصل. ليش هاي الدرجات بالذات؟ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، شارك لجنة التحكيم في طرح الأسئلة على الفرق المشاركة. كم ممكن تكلفة المشروع؟ الحين أنا كشركة إذا بي أشتري الجهاز شكله مو بحلو، صح؟ لازم في عملية ريباكجينج، كيف ممكن احنا نطلع المخرج بشكل جميل بحيث انه فعلا الناس يشترونه؟ وكان لمعاليه رسالة ايضا يود ان يوجهها الى مبتكري ومبتكرات دولتنا الحبيبة. اطلب منكم انكم تواصلوا العمل في المشروع لما ينجح، خذوا ملاحظات اللجنة اشتغلوا عليها طبقوها، ما اريدكم تشاركون هنا بس، اريدكم تشاركون في مسابقات دولية. شهدت هذه الحلقة فوزا وانتقال 3 فرق. اليوم أنا وايد مستانسة لأن تأهلنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله الحلقة الجاية نتأهل بعد. شعور بالفخر أن قدرنا نرفع اسم معهد رأس الخيمة بين المعاهد الثانية.
الحمد لله فضل من الله، ونحن سعيدات ان احنا تأهلنا ووصلنا للمرحلة الثالثة، وان شاء الله نثبت وجودنا في المرحلة الثالثة. وخروج فريق واحد. مراعاة لمشاعر الفريق الخاسر، تفهمنا أنهم لا يريدون التحدث أمام الكاميرا. العالم اليوم يحتاج إلى مبتكري ومبتكرات يحملون في جعبتهم أفكاراً وابتكارات يمكنها خدمة دولتنا الحبيبة في المستقبل القريب والبعيد. بمفردنا يمكننا أن ننجز القليل جداً، لكن معاً يمكننا أن نفعل الكثير. اليوم بنشوف كيف تواصل فريق نجوم الابتكار طريقها في الإبداع. رحبوا معاي بالفرق الأربعة المشاركة في الحلقة السادسة من نجوم الابتكار. خلنا نرحب فريق مدرسة عيمان بنات إلى المسرح، ولكن خلنا نشوف هذا التقرير السريع عنهم وراجع لكم. تخيلوا يطبقون مشروعنا مال الباركينات بي مول ولا أمرت مول. زين ليش مو متحمسين؟ قلت حبيبتي خليك من الخيال، خلينا نبدأ البروجكت الحين. مشروع مواقف السيارات متعددة الطوابق اللي زيدنا فيه الويلتشير. حاليا نركز على ذوي الاحتياجات الخاصة، على الويلتشير، على الترافيليتر اللي بيشيل الكراسي المتحركة. بما ان كنا مخلصين 40%، فالحين نحن ان شاء الله بنكمل ويسين نركب المواد مع بعض. وعندنا بعض العوائق، كيفية ان الويلتشير يوصل عند باب السيارة، هاي شوي بعض العوائق اللي نحن الحين ياسين نواجهها، وان شاء الله الحين ياسين نفكر في الحلول حقها. نحن حاليا يعني وايد ياسين ناخذ جهد من عندنا، فيعني ان شاء الله يعني نكون من يعني نتأهل يعني، وإن شاء الله يعني المرحلة الثالثة الأولى يعني نحن جاهزين الحمد لله. يا مرحبا بكم بنات عيمان، ويا مرحبا بك يا مهرة، وموقف سيارات متعددة الطوابق. في البداية خبريني، في الحلقة الماضية وفي المرحلة الأولى شو استفدتوا من لجنة الحكم وشو زدتوا على مشروعكم؟ المرة اللي طافت قالوا لنا أن هالشيء موجود يعني من قبل، بس نحن أضفنا الممشى حق ذوي الاحتياجات الخاصة. هم قالوا لنا أن هالشيء موجود بس هالشيء ما كان موجود، فنحن حطينا. جميل. أتمنى أن لجنة الحكم عطتكم شو هم يبون عشان يقيمونكم في النهاية وتأخذون المركز الأول. عندك 4 دقائق مع البرزنتيشن، تفضل اشرحي. موقف السيارات نحن قلنا المرة اللي طافت أن يسبب زحمة يعني لما نحصل موقف، و يسبب زحمة وياخذ مكان، فنحن سوينا هني ان يكون في نفس هالشيء، نحط هني يكون في شيء يعني الباركن، هو يعني السيارة تدخل في الباركن، بعدين يعني الشخص اللي هو يعني يمكن يكون كبير سن او من ذوي الاحتياجات الخاصة يوقف هني بيكون في باب، بعدين الكرسي المتحرك بيشله، بعدين بيتحرك وبيروح لين عند الباب. هني بيكون في مصعد ياخذه حق داخل المول يعني مثلا. عقب هالباركن هو بيكون لونه احمر لانه في سياره داخله شاغره الموضوع المكان. نعم. بعدين بيتحرك، عقب ما يتحرك بيجي باركن ثاني بيستوي اللون اخضر، فان في باركن يعني موجود حق السياره اللي بعدها. نعم، يعني هو الجهاز يرفع السياره وبعدين يوصل للويلتشير. هل حد بيجيب الويلتشير ولا بيكون واقف الويلتشير وانت تخدمين عمرك؟ لا، الويلتشير بيكون موجود، بيكون فيه هني نفس زر ندقه اذا كان الويلتشير مو موجود كان بعيد. نعم. في زر ندقه بعدين الويلتشير يلين عندي. يعني بيكون ثابت هذا الويلتشير على الحزام المتحرك. هي. وفي المصعد بيكون في كم من ويلتشير للاستخدام داخل المول. ايه مطويات يعني كم من واحد مو بس واحد. جميل. الحين وصل مجسم عندكم والمشروع هذا الى 70%. جاهزه تشوفين راي لجنه الحكم؟ نبدا معاك دكتور عادل، مايكروفون عندك. السلام عليكم مهران.
عليكم السلام. طبعا اولا احب يعني اني اشكر على الفكرة المشروع نفسه، انه ما في شك ذوي الاحتياجات الخاصة او كبار السن يحتاجوا الى مساعدة عند وصولهم الى مدخل المول. لكن السؤال الان، الويل تشير السائق السيارة قد يكون هو من ذوي الاحتياجات الخاصة او الكبير في السن، او هو يكون راكب اما في المقعد الامامي او الخلفي. كيف يتم تحديد اي باب راح يوصل عنده الويل تشير؟ يعني كيف سائق السيارة يعرف ان مكان وصوله هو المكان السليم بحيث ان الويل تشير راح يوصل عند صاحب الاحتياج، سواء هو كان السائق او غيره؟ اذا ما كان هو اللي يسوق، الشخص اللي يسوق يعني هو اللي بيساعده وبيوديه، بس يقدر يباركن شي ويقدر يباركن روس. يعني ما زال المشروع هذا يحتاج الى تدخل من شخص. لا هي تقصد سلمك الله، اذا كان اللي يسوق السياره هو اللي محتاج الويل تشير راح يكون يقدر يخدم عمره، يبطل الباب بينزل على الويل تشير نفسه. اذا كان هو راكب وراء او قدام مع سايق او مع حد من اهله، بيضطر الشخص اللي معاه يساعده. اذا يحتاج الويل تشير ويحتاج المشروع هذا الى تدخل بشري، تدخل شخص سواء كان هو السائق او هو الشخص نفسه. يعني الويل تشير السياره نفسها مكان وقوفها، هل فيه سنسرز بحيث ان تحدد مكان وقوف السياره بحيث تعطي امر للويل تشير؟ هل فيه بالتواصل ما بين ان المكان المحدد مشغور وما بين الويل تشير؟ مهرة تفضلي هني واشرحي بالضبط على السيارة الموجودة عشان توصلين فكرتك للجنة الحكم، لأن إذا ما وصلتي الفكرة ما راح يعطونك درجات. أول شيء بتي السيارة هني بتدخل، هني بيكون في نفس باركن. إنزين يوم بتدخل السيارة هي بتكون هني قريبة من الباب. إنزين هني بيكون في باب، الويل تشير بيكون هني. إنزين بعدين الشخص اللي هو من ذوي احتياجات الخاصة بينزل، حتى يعني هو ما بيمشي وايد لأنه بيكون وايد قريب. زين وبيجلس على الكرسي، بيدق نفس زر يودي لين هناك لين المصعد. زين عقب ما يودي عند المصعد بيكون في داخل المصعد كم من ويل تشير هو بيقدر ياخذه ويسير المول. هني السيارة بتكون داخل الباركن، بيكون في حساسات ان في سيارة داخل بيتحرك وبتروح يعني السيارة بإمكانها باركن فاضي حق الشخص اللي بعده. يعني اتمنى ان وصلت الفكرة. دكتور عادل، مهندس احمد هي مسكينة تشوفني خايفانة، هلا بالبنت مهرة، شوف مسكينة، شوف الحين ضحكتها قاعد طالعني وتشرح، انا ترى هم لجنة الحكم هم انا مهرة، بس هي خايفانه شو عليه. اختي مهره والاخت والفريق الموجود حاليا واللي كان موجود المره اللي فاتت، كانت عندنا نحن كلجنه تحكيم ملاحظات مختلفه. اول شيء ان المشروع عباره عن مشاريع مختلفه في مشروع واحد. ثاني شيء كيف هالمشروع بيشتغل. نحن طلبنا المره اللي فاتت ان حال تاهلكم وتتاهلتوا ان نشوف المشروع كامل بنسبه 70%. هذا معناته ان في بروتوتايب، في نموذج شغال يعمل قدامنا، طريقه العمل بالضبط كيف بتكون بشكل مؤتمت اوتوميتد. فهل هالشيء وصلتوا له حاليا؟ ممكن نشوفه. هني يوم بيكون في سياره بيتحرك بيكون في سنسر ان السياره اللي بعدها يعني الباركن اللي بعده بي. هني نحن بعد حاطين سنسر ان الممشى يتحرك، بس نحن استخدمنا سنسرات بس ما ركب عليه، فان شاء الله المره الجايه يعني يمكن لو تاهلنا ان شاء الله بتشوفون ان نحن بنعدل هالشيء انه يتحرك وياك. ونحن استخدمنا بطاريه سيارات 12 فولت، هاي اصغر بطاريه بس يعني ما بنقدر نستخدم بطاريه صغيره عشان ما يخلص يعني. مهندس محمد شامسي تفضل. يعطيكم العافيه على هذا المشروع. بس بصراحه انا اليوم ما اشوف اي اضافه جديده للمشروع. هو كان موقف سيارات متحرك، اليوم شفنا موقف سيارات متحرك لذوي احتياجات الخاصه. كيف طريقه عمل المشروع؟ هل بيكون
أمان لذوي الاحتياجات الخاصة، هل بيفيدهم بشكل أكبر؟ لين الحين فكرة المشروع شو الفكرة الرئيسية غير واضحة عندكم؟ وطريقة عمل المشروع بالنسبة للأمان، طريقة تنفيذ المشروع جدا يحتاج إلى شرح أكبر أو يحتاج عمل أكثر للمشروع هذا. مهرة خلني أنا بحاول أني أنا أتواصل مع مهرة الحين وأطلع لكم فكرة المشروع لأني أخافك تظهرين من المنافسة. الحين شو فائدة هذا الجهاز؟ الحين أنت ركبتي كل شيء، أنا نفسهم يعني في المرحلة الأولى فهمت أن في شيء راح يحصل، بيكون في جهاز لباركنات أخرى، السيارة بتروح روحها الباركن مثل ما صار في أحد المطارات عندنا، أيضا السيارة لما بتي بتوقف في ويلتشير واحد بيودي المعاق أو الكبير في السن بسهولة إلى باب المول. أنت هنا لازم ترسمين فكرة للمشروع نفسه. في المرحلة الأولى وصلتينا شوي من الفكرة، المرحلة الثانية لازم تكون عندك مكتملة الفكرة، عطوك ملاحظات لجنة الحكم على أساس أنك تضيفين في المشروع وما تخلينا وايد متشعب، صح؟ زين، الحين شو فائدة هالجهاز؟ هذا أنا أتكلم الحين عن هذه الحديد، هل هو بيرفع السيارة ولا؟ لا، هذيل اللي بيرفعون السيارة هني. جميل، إذا ارتفعت السيارة وين بتروح؟ باركنات. في باركنات فوق. يعني السايق بيكون في السيارة نفسها ولا لا في أيضا؟ أوكي، أيضا يعني بيكون في تكملة من فوق للاين آخر يودي السيارة للباركن. جميل، هذه فهمناها. شوف وصلنا إلى فكرة معينة، يعني في ابتكار في المشروع. إنزين، الفكرة اللي بعدها الحين هو نزل شله الحزام المتحرك هذا أو نقول اللاين، نعم، وده لين داخل المول وهو راجع، كيف بيجيب سيارته من فوق؟ هل في هني بيضغط رقم للباركن مثلا وهو نازل عطاه تيكت؟ انا قاعد اغشش شيء واقول يلا تفضلي. هني بيدق زر عشان يوديه لين الباركن مره ثانيه. جميل. بعدين بيكون في نفس شاشه صغيره وهو بيدق رقم، وهو يعني رقم الباركن ماله، فبيجيب له السياره. اوكي، يعني الماشين هذه هي اللي بتجيب السياره لين عنده. وصلت الفكرة لجنة الحكم؟ دكتور تبدلت شوي الفكرة. وصلت الفكرة واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وضحت الفكرة. شكرا لك مهرة. خلنا نروح لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين. بداية أشكركم على دعوتي للحضور والمشاركة في هذا البرنامج يوم الابتكار. يوم السبت عادة أنا أطلع البحر وأعتبر يوم إجازة، وإذا ما طلعت البحر أكون إيش؟ يوم عائلي عندي، يعني ألتقي بالأسرة، أبناء أخواني والعائلة كلهم. لكن لما اتصل فيه الأخ عبد الرحمن موسى وحدثني على أن البرنامج اسمه نجوم الابتكار، وأنه هو شاب يستدعي بعض الشباب والطلبة والطالبات لاستعراض ابتكاراتهم، يعني وافقت على الحضور لسبب بسيط جدا أو لسببين رئيسيين في الواقع. السبب الأول أني أنا دائما من الناس اللي ينتقدون محطاتنا وتلفزيوناتنا باعتبار كثير من البرامج فيها هدر على كلام يعني حتى ما يتناقم مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، كله مع فنانات وفنانين ويعني دربكة ما نستفيد احنا منها، مخرجاتها كبرامج غير هاتفة. وكنت أقول دائما باعتباري يعني رئيس لجمعية رعاية الموهوبين أن لماذا إحنا ما نشوف طلابنا المبدعين والخريجين والجامعيين والمهندسين والمبتكرين والمخترعين ونجيبهم في لقاءات، والناجحين حتى دراسيا بدرجات يعني امتياز، ونسوي لهم مقابلات وناخذ يعني كيف توصلهم إلى هذه النتائج وحققوا هذه المزايا في دروسهم.
فلما عرفت ان هذا البرنامج يهتم بالمبتكرين قررت ابو عوف قلت لك انا بجيك وبجيك ان شاء الله باذن الله تعالى اجي. ولهذا انا اشكر لكم هذا الاهتمام. صحيح ان الدوله اطلقت استراتيجيه للابتكار، لكن ما لم احنا كمسؤولين وكل شبابنا ايضا اللي في الحقل وخارج الحقل الدراسي يهتمون بعمليات الابتكار ويحاولون يعني ان يطوروا، الحكومه تستطيع ان تطلق استراتيجيه، لكن اذا ما تكون عندنا ايضا احنا يعني رقبه في اننا نشارك في هذه الاستراتيجيه. انا شفت يعني المراجع العلميه تقول ان ما يكفي انك انت تكون يعني ايش مبتكر، بعد لازم تكون عندك رقبه ويعني ومتحفز على ان تكون مبتكر او مخترع. ما هو الابتكار يا اخوان ويا اخوات؟ يعني الابتكار هو ان تاتي او تحدث تغيير في شيء فيكون اداه افضل عما كان عليه، سواء في اداره او في يعني ميادين العلم. اذا تصبح مبتكر حينما مثل ما قال المهندس انت تحدث تغيير، وهذا انا شفته حتى في في في, في تعريف في التعريف البريطاني للابتكار، هو هكذا انك تكون ادخلت من التعديل والتحسين ما يجعل الإدارة أو الآلة أو المصنع هذا يعطي أفضل من مكانه إيش عليه في السابق. إذا ابتكرت شيء. أنا أتذكر يعني فيما أتذكره تقريبا بقولكم عن يعني الخيال أحيانا العلمي والابتكارات قد تكون إيش عند يعني الجماعة اللي عندهم خيال علمي ترد فكرة. يعني هذا بساط الريح، اللي جاب بساط الريح تصور أن هذا بساط فراش من الزل وواحد يركب عليه ويطير، فجت طيارة بعد ذلك وهلم جرى. على العموم يوم الأيام كنت أمشي في القيادة الشرطة، أحن في سؤال إني ما أهمية الابتكار وعلاقته بالأمن العام. نعم نعم معالي. أخي أنت أعطيتني السؤال. ف يعني مره نمشي احنا في القياده ومعاي واحد من يعني عنده ابتكارات عديده وعنده يعني في شرطه دبي اللي هو صقر ماجد المري، معروف قديم وعنده يعني كذا براءه اختراع. لكن كنا نمشي وياه فقلت له صقر شو رايك لو سووا لنا جهاز يشم المخدرات؟ ذاك اليوم كانت كلاب بوليسيه، أجهزة الكشف هاي الحديث اللي أبوها الآن مش مو موجودة. فقلت له مثلا مثل الشفاطة، مثلا ندخل في كونتينر إذا كان في مخدرات إحنا نسحب الهواء لأن المخدرات فيها مواد طيارة أو عطرية، هذه المواد العطرية الطيارة إذا أخذناها وحللناها يمكن يعطينا يقول مثلا هذا حشيش ولا هذا أفيون ولا هذا كذا. فقال الأخ أبو فارس هذا صعب يعني يتحقق، لأن سبحان الله هذا الكلب عنده شيء من الله يحس ويشم أن هذه متفجرات أو هذه مخدرات وكذا. قلت بس أنا أعتقد أن بي اليوم اللي يمكن هذا يبتكر. ما كملنا 7-8 سنوات إلا هذا صار إيش اختراع وابتكار موجود يعني. والآن يمكن تأخذ مسحة من إيد واحد وتعرف أن هذا كان إيش وتحطها في جهاز، او حتى شفت احنا اخر في اخر معرض في ابو ظبي ان مجرد ليزر تنضرب على الزجاجه حتى ما يفتح الزجاجه تخترق هذه الاشعه القنينه هاي الصغيره ويقول لك والله ان هذا مثلا كوكايين او هروين او الى اخره. فاحنا بالنسبه لنا الابتكارات يعني جدا مفيده، لان في يعني الجريمه دائما يعني معقده واحيانا تكون حتى قامضه، وكلما كان ابتكار لنا في مجال الأمن العام حتى في مجال حوادث السير على سبيل المثال. يعني كنت أقول حق بعض الأخوان أو الأخوة أقول يعني إحنا مثلا في السيارة
إذا كان واحد لا قدر الله مثلا متعاطي تنبعث منه الرائحة، رائحة الخمور، يمكن السيارة ما تتجاوب معه لأن في سنسر يكون يشم ويقول له خلاص ما يحاول يضرب المفتاح يفتح السيارة ما تعيش ما تفتح. أو على سبيل المثال حتى السيارة مالك ما تنصرق الباب ما يفتح إلا بالبصمة. أو فرحت أمس أبحث أن لما جتني فكرة البصمة على فتح سواقة السيارة، شفت واحد شاب سعودي مسوي مطبق الفكرة هذه موجودة حتى لو تشوفون في اليوتيوب تحصلون النيش طبخها، طبخها على سيارة عادية. وين المشكلة عندنا احنا في الدول العربية؟ أن يمكن يكون صاحب الفكرة عنده فكرة لكن ما في حد مؤسسة تأخذ هذا الشيء والصنع. مثلا مرة هالكلام يمكن قبل حوالي 7 أو 8 سنوات، شاب إماراتي عمره حوالي يمكن 13 سنة جايبينها مقابلة ظني في برنامج صباح الخير يا دبي أبو عمر ظني، وأنا كنت أشوف التلفزيون. الفتاة هذه مبتكرة شيء بسيط جدا، إضافة في السيارة سنسر بحيث لو واحد ما يسمع أصمخ إحنا نقول عليه أو أصلي ما يسمع، يعني عندي إعاقة سمعية أو حتى كبير في السن مثل حالات إحنا نادرا إيش أنا قلت لك اكتب لي لا تسألني لأن شوي سمعي والله هنا، يعني واحد لما يكبر في سمعي يقل. لو كانت السيارة هناك يا أخوان ويا أخوات وكان مثلا فيها ونان وهو ما يسمع، وهي سيارة إسعاف تنقذ روح إنسان، وهو المفروض أن يعطي الطريق للسيارة التي إيش خلفه من سيارات الإسعاف، كونه ما يسمع بيظل إيش حابسنها وفي الطريق. فعملت سنسر لما يسمع الصوت هذا السنسر يولع إشارة قريبة من اللي يقود أمام اللي يقود، فيشوف أن هذا أن إيش وراء سيارة إسعاف، يعني في ونان يصيح خلفه. هذه الفكرة عجبنا فيها، قلنا يمكن بتطبق على السيارات، حتى اليوم ما طبقت. بس هل حد سجل براءة اختراع لهذه الشابة؟ هل حاولنا نقول مثلا أن الآن السيارات اللي تجيبونها هاي المواصفات تكون موجودة فيها؟ مرة كنت في ألمانيا مع واحد من الشباب في سيارة، هذا زميل دراسة كان وصار حصل دكتوراه في الطب، فكان وياي في السيارة وكنا نتكلم عن التقدم والعلم وكذا، قلت له أقول له بيجي يوم أن هاي السيارة تمشي في الشارع بدون سائق تبرمج وفي سنسرات والسيارة إيش تتبع هذا إيش الروت اللي فيه سنسرات هاي وتمشي وعندها حاسة تعرف وين، يعني إذا قربت من شيء خطر تتوقف نفسها توقف ذاتي. اليوم تجارب تقرأ عليها هذه. وفي نفس الرحلة هاي اللي نحن في السيارة ونجول في ميونخ كنت أقول لبي زمان أن التلفزيون يتعلق مثل ما تعلق الصورة الآن في البيت، قال معقولة هذا الكبر هالحجم؟ قلت بشوف بي زمان يعلقونه كأنه معلق أنت صورة في بيتك، والآن شوف التلفزيونات كيف صارت إيش صغيرة وبتصغر كمان ربما في الأجيال القادمة. عندنا يعني شقين، في عندنا أفكار إبداعية وابتكارية، وفي عندنا مبتكر اللي يصنع الآلة ويعرف كيف إيش يركبها. أنا اللي لاحظت في يعني في أبنائنا الإماراتيين شوية الجيل اللي علق يعني معي وبعدي تقريبا 10 سنوات، أنا ما أتكلم عن الأجيال الشاب الآن اللي نشوفهم يطلعون في مجموعات يشكلون فريق. تعليمنا كان زمان خاطي بأن التعليم يعني يعلمك أن تكون مستقل منفرد بالحاجة روحك ما تطلع عليها حد. اليوم التعليم خذ خاصة في الكليات التقنية الفريق فريق العمل. أتذكر واحد من الشباب عندنا كان قلت له خلنا نسوي جهاز لاكتشاف البصمات، قطع شوط ممتاز ومشى لكن توقف. أنا عرفت سبب توقفه شو، هو عنده تخصص معين يحتاج إلى مثلا فيزيائي إلى كيميائي إلى آخرين يكونوا وياه في التيم علشان فكرة إيش تنجح. هو كان حريص أن يكون هو الوحيد في هذا الاختراع، فقلت له ما بتنجح كذي بهالطريقة أنك يعني أنت
تقلل من قيمة مثلا مهندس ولا آخر ولا مثلا واحد أخصائي كيميائي أو مثلا واحد عنده معرفة في الفيزياء وتقول أني أنا فقط IT وبسويها هذه يعني الـ 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 الأمور الوحدي لوحدك. هذه الأيام صعب أن يعني تكون يعني مبتكر لشغلة ربما تحتاج أكثر من واحد يكون فيها. فنحن إذا علمنا أبنائنا أن هذا الابتكار يعني ليس بالضرورة أن يكون إنجاز إيش واحد، أن يكون فريق عمل. إذا وجدنا أيضا أن هذا المبتكر نحن أحيانا أيضا من الأمور اللي في المنطقة العربية يعني يأسف لها الإنسان، أن المبتكر هذا إذا فشل مرة ومرتين بعدين كل حد يدير ظهره عنه، ما يعطونه أي مساعدة ويقولوا له خلاص أنت فشلت، في حين أن أديسون كم مرة يقولون حوالي 3000 مرة فشل حتى إيش أضاء هذه الضوء اللمبة. فنحن بحاجة إلى أن طالما أن هناك روحا وإنسانا مصرا على أن يبتكر حاجة في مخه نحاول نساعده إلى أن إيش إلى أن يجعل من الفشل نجاح باهر. هذا واحد. اثنين متى بنجد أن هذا الابتكار يعني حد من شركاتنا يصنع؟ يعني مبتكر مثلا أمواس الحلاقة هذه اللي هي الآن تحلقها مرة واحدة وترميها، شاف أن الموس القديم يعني صعب، وأن القوات المسلحة تحتاج في أمريكا تحتاج إلى إيش إلى حاجة أسرع، وأن هذه ما تتوفر يعني، وأن أحيانا يعني واحد مثلا ما يستطيع يحافظ على عليها تصدي. ابتكر هاي موس الحلاقة هذا اللي نشوفه نحن إيش بحلقة واحدة وترميه. لكن وأنا أقرأ في هذا الكتاب المبتكرين، حصل شركة تنتج لهذا المنتج، وحصل جهة حكومية تشتري في البداية من هذا المنتج لجنودها أو جنود يشترونه، وحصل لسوق تسويق. يعني مثلا المبرقة مبتكرها مين؟ باشمهندس أديسون. صنعها ما عرف يبيعها في السوق، ما عرف يسوقها، وظل محتار إلى أن وجد لي إيش واحد جاء من ولاية أخرى وقال أنا بشاركك وأنا ببيع بسوق لك. فقد يكون أحيانا صاحب الفكرة مهندس الموضوع المشروع قادر على أن يصنع ويجيبه مثل ما نشوفه، لكن ما يعرف إيش يعمل له ماركتينج وتسويق. فإذا ما استعان بمسوق فكرت قد إيش قد يعني تذهب أدراج الرياح. اليوم يعني أنا أعتقد الابتكار بيظهر عندنا في الإمارات إذا الحكومة أسهمت في أن هذه الابتكارات التي يعني يمكن أن تصنع للفائدة العامة للفائدة البشرية تصنع حتى من جهة صناعية حكومية وتسوق حتى لو كانت تحقق أرباح ضئيلة، إلى أن إيش إلى أن يعني ترى النور. وما لم يكن يعني حد يتبنى ابتكارات أبنائنا ويصنعها، لأن الآن ممكن أنت تروح تأخذ براءة اختراع على شيء معين وظل الشهادة موجودة عندك، ما حد ينتجي لين تنتهي إيش فترة براءة الاختراع، وبعدين يروحون منزلين في الأسواق، يعني صارقين عنك إيش الفكرة. واحد. اثنين، أنا وجدت أن في مخابرات دول يعني كبرى حقيقة من بين أجهزة الاستخبارات اللي عندها أجهزة استخباراتية تأخذ الأفكار هذه وتسرقها وتروح إيش تصنعها.
بمعنى آخر يعني ممكن أنا أروح أمريكا أسرق فكرة من أمريكا في مثلا بلد ما أصنعها، الفكرة هناك أسرقها أنا هي وهي يعني تتداول لسه، أصنعها وأرسلها إيش، أرسلها مصنعة قبل أن تصنع في البلد الأصلي. فالجواسيس يعملون على سرقة الأفكار وتصنيعها، وتجد أن أحيانا تكون عندك فكرة أنت يعني تتأخر في مناقشتها وفي تداولها وفي إيش نقلها من شخص إلى شخص، ثم يسرقها إنسان وتطلع منتج لدولة أخرى. فهكذا إيش حتى يعملون على إيش، على سرقة الأفكار. وفي عندهم أجهزة استخبارات يسمونها تجارية، لأنها تصنع يعني الأفكار إلى منتج صناعي. ما أدري شو أضيف يعني في هذا أكثر من ذلك لكم، لكن يعني أتمنى أني أعلق لميت بكل الموضوع على هذه العجالة. لكن تعليق على المشاريع، مشاريع اليوم يعني أنا أشوف هذا مال المواقف، وبس اللي ما شفت فيه، ما شفت أن سيارة تجي ويأخذها الجهاز أو الموقف ووديها ويحطها على إيش، يصفها على الرصيف. يعني يحتاج شوية إضافات بسيطة، بس الفكرة أساساً أنتم في المعاق، والمعاق قصد أن يكون في سنسر في هذا الكرسي يفتح البوابة ولا كيف؟ هني بيكون في باب ياخذ من السيارة ويركب على الكرسي، هالكرسي بيكون عند الباب يعني وايد قريب. هل في جهاز يعطي يعني إشارة للبوابة هناك على أساس يفتح للمعاق؟ طيب هذا في إضافة ما في موجود كذي؟ هذا روح إضافة. في شيء؟ في الآن مواقف فيها في الطوابق هذه فيها للمعاقين؟ إلى الآن في المولات التجارية ما تتوفر الخدمة هذه، الخدمة الإضافية، بس معاليك لا يخفى عليك ضرورة يعني النواحي الأمن والسلامة. يعني الكرسي يحتاج إلى تثبيت، إلى الآن يعني هي كفكرة، الفكرة رائدة ولكن تحتاج إلى تطوير حتى توفر يعني إيصال الخدمة في الوقت المحدد للشخص باعتبارنا صاحب الحاجة، وأيضا بطريقة هو آمنة. إذا جاء في الموقف اللي تدخل فيه السيارة خلاص وقف داخل، يرفع الموقف بعدين، صح ولا لا؟ وعند ريموت كنترول هو كيف يروح بعدين على يضرب يعني يضرب، ولا روح أوتوماتيك هذا يمشي؟ هذا يعني الطابق الطهير الطوابق هكذا تتحرك، يعني هو راح داخل الآن مثل ما دخلت السيارة، بس مجرد أنه يوقف هذاك يوقف وزن ثقل معين ربما بيكون فيه سنسر يعني يعرف أنه فيه سيارة فبيروح. لا يعني ما الذي يجعل واحد يجي واحد في سيارة الآن ويدخل؟ فهم حاطين أوزان السيارات اللي تدخل، يعني لو جاء واحد مثلاً بدراجة ودخل في هذا الموقف من السيارات يوديه فوق، ولا لازم يكون وزن معين حتى يمشي هذا؟ لا بيودي. يعني إذا كان في موقف ممكن يجي واحد يركب شخص ويطلع فوق. لا. فلازم في أظني ربما يكون في وزن معين ما يقل مثلاً عن سيارة وزنها كذا. يعني هم يأخذون أقل وزن للسيارة. طيب لو جاء هذا بوزن أقل عن وزن السيارة هل بيطلع؟ هاي ناقشوها بعد، هاي ناقشوها. طيب تبرون شيء؟ شكرا لك معاليك، وكلامك في البداية أكيد وسام عصدورنا، وهذا اللي بيقوي عزيمتنا أن نسوي مثل هذه البرامج ونزيد إن شاء الله من البرامج التثقيفية التوعوية. أنا أتمنى إن شاء الله، شوف الإمارات أطلقت استراتيجية ابتكار، أهم شيء في بداية حديثي أنا كنت أتكلم أقول لك يعني وأنا أطلع على الابتكارات البيئة، أشوفها أن لما تكون يعني قد يكون عندك ذكاء بس ما عندك بيئة محفز للابتكار. اليوم رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة وحكومة الإمارات هيئت بيئة محفز للابتكار ومشجعة. أتوقع والله أعلم العشر سنوات القادمة أبناء الإمارات عيال زايد بينتجون مبتكرات ومخترعات بيض الوجه
وهذا ما نرجوه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكرا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، شكرا للجنة التحكيم، شكرا لفريق عيمان. والحين بنروح إلى مدينة أبوظبي، باين أن التنافس مشتعل بين البنات اليوم، بنتابع سوى هذا التقرير مساعد التحكم لذوي الاحتياجات الخاصة وراجع لكم. أنا طالبة نورة بدر. مشروعنا هو جهاز لمساعدة التحدث لذوي الاحتياجات الخاصة، هو يساعد الأشخاص الغير قادرين على الكلام من ذوي الاحتياجات الخاصة، بيعمل على الإيماءات الخاصة بلغة الإشارة، بيأخذها بيحولها شكلين سمعية وبصرية. بدينا نشتغل بالكودينج في أردينو، خلصنا تقريبا 50%، وبدينا نركب شوي في السنسرات. أتوقع أن نوصل النهائيات ونفوز. هي فكرة أصلاً كانت موجودة من قبل بس مش هني، نحن مسوينها بأيادي إماراتية. مهرة ومساعد التكلم لذوي الاحتياجات الخاصة أبوظبي، يا مرحبا بك يا مهرة. مهرة خبريني شو سويتوا على مشروعكم وشو ضفتوا عليه من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية عشان تتأهلون للمرحلة الثالثة. أول شيء أحب أذكر أن المشروع هو جهاز مساعدة التحدث لذوي الاحتياجات الخاصة، والهدف من المشروع أن نسهل التواصل بين ذوي الاحتياجات الخاصة ونحن. من آخر مرة ما كنا مركبين كل شيء طبعا. أكيد. الحين الفليكس سنسورز والوايرات كلهم برمجناهم على البرنامج اللي نستخدمه اللي هو أردينو، وأردينو بياخذ النتائج على النحو الرقمي يعني ديجيتلز وبيحولهم. الحين الفليكس سنسورز أنا مثل ما قلت قبل اخترناهم لأنهم طول الصبع، الحين يوم بيكونون سيدة بيكون ريزيستنس من 20 to 90، وكل ما اثنينا أكثر كل ما زاد الريزيستنس. وطبعا بنستخدم معايرة عشان لأن الريزيستنس أصلا يعني ما بيستحمل كل الفولت. الحين بنقولكم شو يعني المعايرة. ليش نحن بنستخدم المعايرة؟ لأن الفليكس سنسور هو جهاز استشعار نظري. يعني هل نقدر الحين نحن نبدأ ونشوف هذا الاختراع ترونا هل يشتغل ولا بعده ما اشتغل؟ هو المعايرة يعني إقامة القيم العالية والمنخفضة، يعني ويست لو فاليوز والهاي فاليوز. جميل. بس انزين الحين الريزست يعني الفليكس سنسر عنده ريزيستنس غير عن يوم الأردينو بورد كيف بيقرأ ريزيستنس، فنحن لازم نعرف عشان كيف نشتغل نعرف كيف الأردينو بورد بيقرأ ريزيستنس. هني استخدمنا برنامج هو من الأردينو بيراوينا كم الريزيستنس يوم يكون سيدة ويوم ينثني. يوم بيكون سيدة بيكون ريزيستنس وايد هاي، بس يوم بينثني بيقل وايد. استخدمنا في السيركت فولتج ديفايدر سيركت لأن الأردينو بورد الفولت ماله 5. ممكن ترفعين بس الجهاز على أساس لجنة الحكم تشوف وأيضا الجمهور ومشاهدينا في بيوتهم بعدنا ما سوينا الشكل العام، بس نبغى نشوف شو سويتوا على الأقل وين وصلتوا في المشروع نفسه. يلا اوكي. الأردينو الفولت ماله 5 والفليكس سنسر ما يتحمل 5 فولتج، فسوينا فولتج ديفايدر سيركت وحطينا سنسرز زيادة. وصلنا البورد على الفليكس سنسر يعني متوصلين مع بعض عادي يحترق السنسر لأنه وايد هاي وهاي ما يتحمل، فسوينا السيركت عشان يتوزع الفليكس سنسر مع السنسر العادين وما يحترق عقب. جميل. زين نحنا طبعا طبقنا وجربنا ولينا الحين احنا بس سوينا حروف، يعني ياسين نحاول ونسوي حروف ونقدر نسويها بكل اللغات على حسب السكريبت. نقدر نشوف الحين الحروف ولا هي نقدر؟ جميل، بس اهم شيء مبين الحروف للكاميرا. اوكي الحين سوينا حرف البي اللي أوكي. هو تشي. لا هني هذا اكزامبل. هذا اكزامبل. انزين ممكن بس نشوف القطعه هذه اللي يطلع فيها البي عشان انا احكم اذا ظهر البي بخبركم.
جاهزة؟ لا لا كذي 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 اعطيني اعطيني القطعة لو سمحتي. لا تحرك. تقدر ما احرك؟ لا يروح. اه اوكي جميل، يعني ما يقدرون يشوفونه بس انا شفت حرف البي. أوكي. بس الحين هذا صغير مهرة، يعني الحين هل المتلقي الحين الشخص اللي قدامي ما يقدر يتكلم، المتلقي هل بيشوف الاحرف هاي الصغيرة ولا تقدرون تكبرون الخط انتم في البورد هذه؟ طبعا احنا احنا بنكبرها وبيكون بعد في مكبر صوت عشان نعم يسمع بعد المطلع. يعني الجهاز هذا هو عبارة عن سكرين شاشة تطلع الأحرف أو الكلام اللي أنا أبغي أقوله للشخص المقابل لي وتنطقه. يعني لا مش صوتي. السكرين بتنطقه، المكبر الصوت اللي بينطقه، يعني نحن بنحط مكبر صوت الحين هذا. جميل هي. جميل. حرف البي طلع، هم بس دخلوا الإنجليش باقي العربي. نقدر نسوي كل الحروف. جميل. أوكي. ايضا شو تبين تضيفين لان باقي لك نص دقيقه خلينا ننتقل للجنه الحكم. نحن في تطويرات نهائيه، نحن اصلا ما بنستخدم الكمبيوتر الحين، ياسين نستخدمه لان ما اخذنا بطاريه بعدنا. نعم. فالكمبيوتر بس حق البطاريه والبرنامج خلاص اوريدي يعني هني، والشكل الاساسي بيتغير وبيشمل مكبر صوت، والحين نحن حاطين حروف بس، بس يعني في المرحله الجايه ان شاء الله بيختلف، بيستوي في كلام هي. وفي مكبر للصوت هي. يعني بنوقف الحرف وبنزيد حروف عليه، مثلا هلو اتش اي ال ال. جميل جدا. بنستخدم بعد بيت سؤال، صدقيني بيت سؤال، لجنه الحكم ما تخلى من الاسئله. دكتور عادل تفضل. السلام عليكم مهرة. وعليكم السلام. اولا يعني اثني على هالمشروع لانه يساعد ذوي الاحتياجات الخاصه في التواصل مع اكبر شريحه من المجتمع. طيب الآن الحركات هذه يتم تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بها بحيث أن يعرفون أن الحروف لها حركات خاصة، يعني هل سيتم تدريبهم؟ معناته هل راح يكون فيه كتيب مانيوال؟ لا، هم ذوي الاحتياجات الخاصة هم بيكونوا يعرفون اللغة، نحن اللي ما بنكون عارفة، فالإيماءات بتحولها عشان نحن نعرفها. نعم. إذن أنتم برمجتوا الإيماءات المعتمدة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة في بحيث أنها تصدر بصورة، صورة الحرف وصوت الحرف. هي. جميل جميل. طيب بس عشان نستفيد نحن، شو هدف المعايرة؟ المعايرة؟ إيه، ليش نحتاج أن نقوم بالمعايرة للجهاز؟ أوكي. المعايرة هي أساساً نحن استخدمناها لأن ما نقدر نحط الفليكس سنسرز بدون ما نعرف كم الريزيستنس مالهم، فنحن استخدمنا المعايرة عشان نعرف كيف يوم بينحني كم بيكون ويوم بيكون واقف كم، لأن في يعني إيماءات مثل بي أربعة بيكونوا واقفين وواحد بيكون من ثانية، فلازم نعرف كم الريزيستنس عشان يوم بيكون. قبل لا أنتقل إلى المهندس أحمد حسن، بس شوفي بعد في لغة الإشارة في تستخدمين الإيدتين، فهني شو بتسوين؟ أنا قلت المرة اللي طافت نحن أيوة. التطويرات بنستخدم بنسوي اثنين. وليش ما جيتي اليوم حاطة تو جلابس بدال القفاز الواحد؟ سوينا 70% ما سوينا 100%. جميل، يعني إذا تأهلت وأبى أشوف القفازين. أوكي. جميل. بس مهندس أحمد تفضل. أنا سؤالي كان له علاقة في السؤال اللي أنت سرقته يعني. في الواقع يعني 70% من المشروع معناته فعلًا إحنا اليوم لازم نشوف شيء تقريبًا مكتمل. منها اللغات الإضافية ومنها الاستخدام الإيد الثانية والقفاز الآخر للإيد الثانية. على الأقل إذا ممكن تشرحوا لنا شو اللي أنتوا حابين تسوونه يعني في الإيد الثانية، شو اللغات الإضافية اللي بتضيفونها وبيتم استخدام الإيد الثانية في المشروع هذا؟ أول شيء قلنا بنستخدم اللغة العربية، نحن جربنا نسوي اللغة العربية بس ما ضاع يطلع على هالسكرين لأن هي إنجليزية بس، فكل ما بنسوي لغة يعني لازم نغير السكرين، بس نقدر نحصل يعني سكرين فيها متعدد لغات. مهندس محمد الشامسي، شو تعقيبك او تعليقك على المشروع؟ عاد انت لازم تكون شوي طيب، البنات مساكين اشتغلن. بالبدايه المشروع رائد. انا من صار لي فتره ادور في هذا المشروع وهل ممكن احنا نبتكر وكيف نحن نحول اشاره الصم الى محادثه تكون سريعه. لكن هل عملت مثل مقارنة لو أعطيكم سبيل المثال الهاتف، حين الهاتف الذكي لو كان عند الشخص وكان يكتب بيده يعني يكتب على الهاتف ويتحول إلى كلام، هل هو أسرع أو طريقتكم هي بتكون أسرع عن الكتابة؟ طريقتنا أسرع لأن يعني لما يكتب بباله وقت هني بس بيسوي الحركات عادي ونحن بنفهم. فهي ما هي سرعة الكتابة عندكم أنتم؟
تحويل سريعة، وعندنا بعد مكبر صوت يعني أسرع بعد يعني في الصوت. قستو يعني هو قصده قستو والسرعة في أني أنا لما أسوي الحركة يطلع على طول في السكرين كم ثانية يباله، هذا قصده المهندس. 10 ثواني يمكن. 10 ثواني بس انا ممكن اكتب كلام على بالجهاز على طول بتكلم يعني اسرع من 10 ثواني. زي في اشخاص مش سريعين ما يعرفون يكتبون بسرعه بيسوون الحركات وسيده بيطلع لهم. يعطيكم العافيه. اكيد ما تقدرون تروحون بعيد لان اول اماراتي مخترع للروبوت فلازم ياخذ every single details على قولتهم. خلينا نروح الى اضافه من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، تفضل معاليك. يعني انا ملاحظ ان في العرض الأول والثاني نحن ليش ما مثلا لما نستعرض شيء معين جهاز معين نحط الإضافات المزايا الإضافية اللي بيعطينا إياها هذا السيستم عما هو كان من قبل، يعني نحط أن هذا النظام مثلا موجود لكن إحنا إذا كان هذا فيه إضافة نقول أن هذا إذا كان جديد بالمرة نقول أن هذا جديد بالمرة ما غير مسبوق وهذا إبداع، والإبداع هو الإتيان بشيء لم يكن من قبل إيش موجود اطلاقا. طيب اذا كان ابتكار وضفنا عليه شيء احنا المفروض نحط نقول الاضافه او المزايا الاضافيه في هذا السيستم في هذا النظام حتى نشوف 1 2 3 4. يعني انا مثلا حتى اغير احيانا يمكن تكون ايش ميزه وحده تسوى اني اغير السيستم عليها، احيانا يمكن ان هاي الاضافه ما لا تعد ايش اضافه بحجم الاضافه يمكن يعني، ويمكن واحد عنده كذا إضافة أيضا يحط مثلا 7 أو 8 أو 9 أو 10 في هذا الابتكار الجديد. فأنا يا ريت بس تحطون الإضافات الموجودة مزايا يعني مزايا النظام. ذكرتي أنت مثلا قلتي سريع بدل الرسائل هاي أقول السرعة مثلا في توصيل المعلومة يمكن ما أدري شو في وضوح في وبعد من ضمن التطويرات نحن بنسوي جهاز يهتز للإيماءات الخاطئة، يعني لو أحيان الشخص غلط وسوي إيماءات خاطئة بينبه إن هذا خطأ. أحيانا يمكن يسوي شيء بس يكون الجهاز كبير يعني ما تقدر تعمل بحجم إيش مصغر فيبقى ما عملت حاجة يعني منو يشيل الجهاز قياس كبره مثلا. ف يا ليت بس يا ليت في العروض القادمه تطلبون من الجماعه يحطون مزايا النظام اللي بيستعرضون. ابشر معاليك وشكرا لتعليقك. نشكر فريق ابو ظبي بنات ونتمنى ان يحالفهم الحظ. نذكر دائما بمواقع التواصل الاجتماعي الظاهره امامكم على الشاشه نبي مشاركتكم عشان نتعرف على انطباعاتكم عن المشاريع والابتكارات. اذكركم مشاهدينا انه بنهايه هذه الحلقه بتستمر معنا 3 فرق وفريق بيغادر. ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية احييكم من جديد مشاهدينا، احيي لجنة التحكيم وجمهورنا. جولة نجوم الابتكار مستمرة وبيستمر معاها التنافس بين الفرق المشاركة. ان اعمق دافع في طبيعة الإنسان الحقيقي هو الرغبة في أن يكون مهما. نواصل المشوار للتعرف أكثر على ما يشغل تفكير شبابنا وشاباتنا من أفكار خلاقة. نبقى في أبوظبي ولكن هالمرة مع الأولاد، هاي المرة هو الفريق المدلل طبعا لأن عندنا 3 فرق للبنات. أدعو فريق أبوظبي أولاد لين يحضرون أنفسهم. خلنا نتابع هذا التقرير التالي عن نصائح وتوجيهات في استخدام آلة وراجع لكم. طالب زايد الحوسني قائد جروب نصائح تجهيز باستخدام آله. هذا جهاز تسجيل حركات او بالانجليزي موشن كابتشر. الجهاز يتكون من قفازات نيورونز، مجموعة احزمه تثبيت النيورونز على الجسم، وجهاز كمبيوتر عالي مواصفات مزود ببرنامج اكسس نيورون لتسجيل حركات الجسم. والحركات تكون بهذا الشكل أو هذاك الشكل أو كذي. طبعا الهدف الرئيسي من المشروع هو توصيل رسالة بشكل ممتع ومسلي وبعيدا عن أجواء الملل. ف
إن شاء الله مشروعنا بيكون من مشاريع الرادة وبتحصل على المركز الأول. نصايح وتوجيهات في استخدام آلة وبوظبي بنين. ويا مرحبا بكم، مرحبا بك يا زايد، أنت طبعا اللي مسوي جو المرة الماضية، خلينا نشوف جوك هالمرة، ولكن خبرني شو زدتوا في الجهاز عندكم. السلام عليكم. أول شيء زدنا نفس ما تشوفون عندكم الانيميشن كاركتر، فبإمكاننا نغير لأي شخصية نباها. قبل ما كان غير في ستيك اند بون موديل اللي هو شكل واحد، الحين نقدر نغير في أي شكل نباه ونحط أي شيء نباه يعني. جميل. وفي الحلقة اللي طافت نحن بس رويناهم أن استعملنا الموشن كابتر عشان نسوي أفلام، مثلا أفلام سينمائية تاخذ سنة سنتين يخلصونها بشهر شهرين، ما تطول. جميل. وعدد الفريمات تكون أقل يعني، توفر علينا وايد أشياء. وثالث شيء اللي أضفناه جديد هالمرة يعني نبغى نراويك مياه الحلقة الجاية، اللي نفس ما كل حد الحين طايح فيه، اللي هو الحلقة الجاية إذا تأهلتوا طبعا. متأهل ما عليك أنت، بنشوف. نفس ما أقول لك يعني إن الحين كل حد طايح في الاحتياجات الخاصة والمعاقين والسوالف، فنحن أضفنا شيء يعني يساعدهم، مثلا عشان نعطي الأطفال الصغار اللي مثلا واحد أصمخ واحد شيء يعني، نعطيه أمل إن جهازنا بيفيده. فمثلا ضفنا شيء اسمه تايب سبيتش تو تكست، يعني مثلا لو خالد قال شيء يطلع فوق راسه يعني نفس بابل اللي قاله يطلع. نجرب الحين يعني يطلع ولا بعد الحين ما يطلع؟ ها بنجازه حق الحلقه الجايه ان شاء الله. احنا تكلمنا قبل ان بنسوي مدارس، بنجرب مشروعنا وبنشوف شو ردات الفعل، لكن واجهنا مشكله هالمره ان المدارس مقفله وانتهت، وكنا في نهايه الترم وما قدرنا نخلص نجرب هالمشروع، لكن نعدكم ان شاء الله اذا تأهلنا المرحله اللي عقبها بنسويه، وان شاء الله يكون. عجبتني هذه اذا تأهلنا، عجبتني. ان شاء الله ان شاء الله. جميله، مو بمثلك زايد، لا في الحلقه الجايه انا بسوي. اي ممكن لجنه الحكم ما يعجبهم المشروع. الى الان ومن الحلقه الماضيه خايف ان هذا المشين او هذا الاختراع ممكن يسبب ذبذبات، ممكن يسوي مشاكل، ممكن في مدة معينة، مدة نص ساعة ما تأثر. نص ساعة. أنت عفواً إذا دخلنا من ناحية التمثيل، إذا بنمثل سامحوني بس أخذ بارت شوية من 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 مهامكم دكاترة وأساتذة، لو دخلنا في التمثيل ممكن يتم الممثل لابس هذا اللبس يومين كاملات، لأن في بعض التصوير يستمر إلى يوم، يوم ونص، يومين، فممكن يسبب له بأشياء مستقبلية ما تطلع وياه في بداية اللبس. هو صح كلامك، بس يعني عندك هالجهاز نفس ما شرحنا في نيورونز، هالنيورونز ما تحتاج ذبذبات، يعني لو في تلفون عدالة لازم يشله عشان ما يخترب، فلازم يسوون بروتكشن حق هالنيورونز، ولو يستعمل استعمال عادي يعني ما تفرق سنة سنة. زين دكتور عادل، تفضل، شو تعليقك على هذا المشروع؟ السلام عليكم. سلام. فكرة المشروع يعني الانيميشن موجود ومستخدم، وحتى فكرة الافاتار انه يكون فيه كاركتر يقوم بادوار. انتم شو اللي قدمتوه يعني شو شغلكم انتم والاضافة اللي راح تضيفونها لهالمنتج هذا؟ هذه الطريقة التقليدية انه واحد يشرح، فهمت اللي حاصل في المدارس، لكن نحن بنب كاركتر يجذب الطلبة بحيث أنها توصل المعلومة بطريقة مسلية وأفضل، فهمت؟ زين. نحن ناوي نصير مدرسة ونجرب، فهمت؟ طيب. هذه. الجهاز هذا يعني أنا ما أظنكم تصنعتوا القفازات. لا شو لا. كان دوركم في إيصال الجهاز إلى هالمرحلة هذه؟ أنتوا شو دوركم؟ هل تصميم؟ دورنا خذينا كورسات في الآيكلون، يعني تمينا نتعلم كيف نستعمله وكيف نركب الكت. يعني في طريقه مثلا لو ركبت شيء غلط عادي يخترب عليك الكت كامل، فبيكون في ريسك يعني. فاول شيء تعلمنا كيف نركب الكت عدل، شفنا كم من فيديو، دشينا كورسات تعلمنا، بعدين بدينا برمجه في الايكلون، والايكلون هو اصعب من كت. خلينا نشوف بعد مهندس احمد حسن يمكن ينصفكم، دكتور عادل شاف الفكره يمكن. مهندس احمد عندك شيء ثاني تضيفه؟ مشكورين اول شيء على المشروع. المشروع مثل ما كنا متفقين وانتم بعد قلتوا ان ما في اضافه كمشروع، وكان الفكره الاساسيه الاستخدام التطبيقات. من اللي انا اشوفه الحين ان انتم عباره عن هذا
تعلمتوا تقنيات جديده، تعلمتوا برامج جديده، اجهزه جديده، وهذا شيء مفيد لكم انتم يمكن في دراستكم الحاليه، ممكن في الدراسات العليا ان شاء الله، وحتى ممكن هالشيء تستخدمونه في مجال العمل ان شاء الله يوم بتشتغلون. لكن كمشروع نقدر نقول عندنا مشروع ابداعي، ما شفنا هاي التطبيقات اللي انتم تتكلمون عنها اللي هي بتفرق بينكم وبين المشاريع المشابهه الثانيه. فإلى الآن أنا ما شفت أي تطوير أي إضافة لهالمشروع المشاريع المشابهة. جميل، خلينا نشوف أيضا عندك شيء تبغى تضيفه. بس فضل. قبل قال نحن صممنا في هالمرحلة، صممنا الكاركتر، فهالشيء جديد في هالمرحلة. نحن كنا حابين أن نجيب لكم، ضفتوا أنكم حطيتوا كاركتر للجهاز نفسه، أن ممكن تشهرون هذا الكاركتر ويكون له وضعه. جميل، خلينا نشوف مهندس محمد الشامسي وش يقول، دام انك انت المخترع الاول الاماراتي للروبوت، صحيح؟ صحيح. خلينا نشوف اني شو دخل هذا بالروبوت عندك. بالنسبه لهذا الجهاز، هذا ممكن استفيد منه كثير في اختراعات الروبوت وتصميم الروبوت، لكن مثل ما اضاف اخواني ان انتم استخدمتوا هذا الجهاز، استخدمتوا التقنيه، يعني هاي التقنيه. الابتكار هو كيف انا استخدم احدث التقنيات بحيث انها تفيدني في حياتنا اليوميه. شو الاستفاده من هذا الجهاز اليوم؟ لو انا اليوم اقول لكم انتم الفايزين طبقوا الجهاز، شو بستفيد من هذا الجهاز اليوم؟ لا مثلا الحين خلينا نقول الاستاذ خليفه سوينا له الرسمه مالته وحطيناها هني، مثلا هذا بدها الريال استاذ خليفه، وكان في داتا شو مني عشان نعرضه يكون الادج فيه فلترنج عشان ما يطلع يعني كامل هالاشياء كامله، فبس بيطلع شيء يعني يمشي قدامكم ويتكلم عادي. بالنسبه لي اشوف انه ما اشوف اي اضافه، يعني هي فكرة موجودة، تقنية موجودة مطبقة، لكن أحتاج أستفيد منها اليوم. جميل جدا، شكرا لفريق أبو ظبي ولجنة التحكيم. والحين بنوقف عند تقرير خاص عن نصائح الفائزين بجائزة نوبل لفرق الابتكار بمدارسنا، تقرير وراجع لكم. كاميرا نجوم الابتكار زارت منتدى جوائز نوبل الذي يقيم في دبي، وذلك لتكريس مفاهيم الابتكار والإبداع بين أفراد المجتمع. استضاف المنتدى عددا من العلماء الذين فازوا بجائزة نوبل في السنوات الماضية، وخلال المنتدى طلبنا من العلماء إسداء نصيحة إلى مبتكري ومبتكرات دولة الإمارات. عليك السؤال دائما، ماذا لو وما يعني هذا؟ هذه الأسئلة تؤدي إلى اكتشافات تثير الاهتمام، فجزء من ذلك هو الشغف، والجزء الآخر هو الرغبة الصادقة بالعمل بجهد. استمتعوا بما تعملون، انسوا جائزة نوبل، كونوا فضوليين، وإذا نجحتم في ذلك يمكنكم التخطيط، وإذا نجحتم في التخطيط سوف تنالون جائزة نوبل. ليس من المهم أن تحصلوا على جائزة نوبل، ولكن المهم أن تفعلوا شيئاً مهماً ومشوقاً يحثكم على العمل بجد. ادرسوا بجدية واعملوا بجهد. العمل الجاد والتفكير والابتكار أحد أساسيات النجاح. مشوار التنافس متواصل، ما تنسوا تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة، وتعبروا عن رأيكم مشاريع اليوم. فاصل ونرجع بعده لأجواء المنافسات، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية هلا بكم من جديد، احيي جمهور نجوم الابتكار، تحيه كبيره اكيد لجنه التحكيم. مشاهدينا الاعزاء يقولون اذا كنت تبحث عن فكره مبتكره فاذهب لتتمشى، فالالهام ينزل على الاشخاص الذين يمشون. بقى في مشوار التنافس اليوم الفريق الرابع، فريق بنات العين، خلينا نتابع التقرير عنهم لين يوصلون على المسرح. اقول لك شلون ما طافن 10 دقائق من الكلاس، مش لازم تفرح هسه، خلاص خلي نوره ولا حمده تتوقع عنا.
في البداية مشروعنا جدا مفيد للمستقبل اللي هو رؤية 2021 لنظام تعليمي رفيع المستوى، إنه هو عن المدارس راح يقلل من المشاكل اللي تعانيها المعلمة يوميا. طبعا أحد الحكام عطانا ملاحظة في مشروعنا. أول شيء ليش تقنية facial recognition؟ ليش مثلا مو بصمة العين؟ عشان بعض الطلاب يلبسون عدسات فتتغير بصمة العين، بعض الطلاب يكونون مثلا عميان. طبعا الحافز القوي لنا هو أستاذ أحمد العور، لأنه لاحظ أن مشروعنا له أهمية في المستقبل. وجود مثل هذا النظام وثبت فعاليته أكيد بيكون قيمة مضافة للمدارس. إحنا أنجزنا 40% من المشروع وباقي 60%. 60% هو عبارة عن برمجة، اللي هو برمجة المشروع والأجهزة الموجودة في المشروع. أتمنى التوفيق للجميع، الفرق الموجودة في المسابقة. إن شاء الله نحن نكون من فايزين، لأن مشروعنا هو عن المدارس اللي تكون أهم شيء في الدولة. نظام التعريف الذكي للمدارس العين. بنات، خبرونا، هل خدتوا بنصايح لجنة الحكم وشو اللي ضفتوه على جهازكم اللي تكلمنا عنه في المرحلة الأولى؟ طبعا احنا اخذنا بنصايح اللجنة، وشما راح تذكر بالمشروع في البداية عشان احنا ناخذ. جميل، عندكم 4 دقائق تشرحون فيها عن مشروعكم، تبون من البداية وبعدين تضيفون عليه وبعدها ننتقل إلى لجنة الحكم. المايك عندكم، تفضلوا. طبعا نظام التعريف الذكي للمدارس لأخذ الحضور والغياب للطلبة باستخدام بصمة الوجه. طبعا الشيء الأساسي هي الكاميرا التعريفية. طبعا الكاميرا التعريفية بتاخذ ملامح وجه الطالب ثم تنقلها إلى قاعدة البيانات، فإن تطابقت سوف يفتح الباب من خلال القفل المغناطيسي. طبعا نظام التعريف الذكي يسهم في الالتزام، تقليل الكهرباء، التكاليف، أيضا توفير الوقت. نعم. أنجزنا من المشروع 80% واللي هي تركيب الأجهزة. طبعا نحن في البداية قمنا بتركيب الباب اللي هو المثل أبواب الفصول. سوف تكمل زميلتي سلامة عن تركيب الأجهزة. جميل. طبعا نفس ما نشوف الأجهزة الموجودة عندنا هني، الكاميرا التعريفية الموجودة هني. نعم. وهاي كاميرا الأمن، ومن الخلف في أجهزة بعد اللي هي شاشة اللمس والمتحكم. نعم. طبعا الكاميرا التعريفية راح بعد ما تاخذ ملامح وجه الطالب راح ترسل أوامر للمتحكم، والمتحكم راح يرسلها للقفل المغناطيسي. طبعا المتحكم إذا عرف أن هالطالب من هالفصل راح يفتح الباب، إذا مش موجود الباب ما راح يفتح. جميل. شاشة اللمس راح تكون داخل الفصل، إذا ضغط الطالب على الأيقونة الخروج الباب راح يفتح. جميل. وطبعا شاشة اللمس أيضا موصلة للمتحكم، هاي صورة المتحكم موجودة هنا لأن في الخلف ما يبين. جميل. طبعا عندنا نحن جهاز صغير اللي اسمه الباينري، موصلينه في النظام اللي هو يحول الصورة لأرقام. يعني نحن عندنا الكاميرا التعريفية تأخذ ملامح وجه الطالب لين ما تنقلها لقاعدة البيانات تحولها لأرقام، وهاي كاميرا الأمن حاطينها نحن عشان نضمن أنه مش أكثر من طالب يدخل الصف، يمكن في طلاب من برا الصف يدخلون على أساس أشخاص تاني. وهذه تقرأ بصمة الوجه صح؟ الكاميرا التعريفية. لأن نحن أذكر في المرحلة الأولى قلتوا أنه بياخذ الحضور والانصراف للطلبة من خلال هذه الكاميرا بصمة الوجه. هي نعم. أيضا دكتور عيسى ذكرنا المرة اللي طافت ليش استخدمتوا الكاميرا للوجه مش للعيون؟ استخدمناها لأن في ناس المكفوفين اللي ما يشوفون ما يقدرون يركزون في مكان واحد، فما نقدر ناخذ البصمة العين. أكيد. في ناس أيضا يلبسون عدسات فأسهل لهم الوجه بعدين ما يأخذون. وأيضا للتكاليف
في البداية راح يكون غالي لأنه مش متواجد في الدولة، إذا كثر في الدولة السعر راح ينزل. طبعاً بس باقي برمجة الكاميرا التعريفية. تفضل دكتور عادل. السلام عليكم. سلام وشم. أنا عندي مجموعة أسئلة، 4 أسئلة، أبغى إجابات سريعة. تفضل. البنت حطت بصمة الوجه، الباب فتح ما دخلت، طلعت. كاميرا الأمن راح تكشفها اللي هي بتكون عند الإدارة. إيه بس معناته أنا أضطر إن كاميرا الأمن يعني أراجع كل بنت، أراجع كل حالة بحالتها يعني. ما يحتاج هالشيء. نحن عندنا. فكروا في هالموضوع هذا لأن هذه مشكلة في المشروع مالكم. مشروع يحتاج الهدف من تسجيل الحضور والانصراف. الحضور والانصراف من مجرد بصمة الوجه، لأن البنت بتحق البنت أو الطالب أو بيقول لا أنا كنت موجود في الصف، وهذا إثبات ارجعوا لبصمة الوجه. لذلك فكروا إن إذا الباب فتح كيف الطالبة تدخل. ففكروا في مشروعكم. عندنا ميزة نحن في الكاميرا اللي موجودة فوق. لا نحن نريد من السيستم إن ما نستخدم تدخل البشري، يعني أنا ما أبغى يصير خلاف بين المدرس والطالبة ونروح لشخص ثالث عشان يشيك. مفروض السيستم يعطينا هالخاصية هذه. المفيد في الكاميرا الأمن الموجودة فوق إنها راح. طيب. السؤال اللي بعده، الآن الطالبة دخلت ودخلوا 20 طالبة والباب أنت قلتوا مغناطيس صحيح؟ نعم. حالة طارئة يبغوا يخرجون، كيف يخرجون؟ نحن مسوين المقبض الطوارئ بس يعني بعدنا ما ثبتنا. ما ذكرتوه؟ لا بس طيب زين. الآن أنتوا الطلاب صاروا الآن في المدارس، الفصل هو فصل مدرس وليس فصل طالب، بمعنى أن الطلاب هم ينتقلون، فكيف يعرف الجهاز أن هذا الطالب في الساعة هذه موجود في الفصل هذا؟ نحن مسوينا على اساس مدارسنا، نحن ما نتنقل كطلاب، المعلمين كيف؟ اللي انتم ما تنقلون يعني انتم في المدرسه. لا دكتور، مثلا انا صفي الف واحد، اكون في الف واحد، الاستاذ اللي ييني انا ما اروح له. مش صحيح الكلام هذا. انا نحن مدارسنا تكنولوجيا تطبيقيه، انتم ما تنتقلون، ما في الفصل هذا فصل ماده الرياضيات، إذا رحتوا مادة الكهرباء تكونون في مكان آخر؟ إذا كان في التخصص نتنقل، أما الحصص العادية لا. يعني إذا هو كان هل ربطوا هذا بالجدول، بجدول الطلاب؟ هي نقدر عادي. بس أنتم ما فكرتوا في الموضوع هذا؟ لا. مهندس تفضل. أول شيء أكد على كلام الدكتور عادل، ملاحظات اللي قالها لازم حطونها في عين الاعتبار. ثاني شيء أشكركم على وصولكم لهاي المرحلة المتقدمة في المشروع، تقريبا المشروع اكتمل. فإن شاء الله يعني إذا تهلتوا المرحلة الجاية، وحتى إذا ما تهلتوا فعلا تكملوا في المشروع، لأن أشوف فعلا هالمشروع ممكن استخدامه. فأنتوا الحين دوركم تفكرون كشركة كيف تقدرون تصنعون هالمشروع بشكل كبير، كيف شو بيكون السبلاي تشين، سلسلة التوريد، الموضوع الصيانة، موضوع الإصلاحات، موضوع المبيعات والتسويق. ففي هالمرحلة الجاية بعد ما تكملون المشروع فكروا من هالناحية، لأن أتوقع مشروعكم ممكن يوصل لأماكن بعيدة. إن شاء الله بيوصل، وبيدينكم أنتوا اللي بتأهلونهم للمرحلة الثانية. يا باش مهندس، مهندس محمد الشامسي أدافع عنك، قاعد صبري شوي. مهندس تفضل عندك سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حييكم، أول شيء كان عندكم مشكلة وحاولت تحلونها. ثاني شيء بحثت شو أحدث التقنيات الموجودة في السوق وكيف ممكن احنا نستخدمها بنتحل هاي المشكله مع بعض. ف النقطه اللي بوضحها لكم الحين طريقه استخدام المشروع. انتوا وصلتوا لهي المرحله يعطيكم العافيه، لكن كيف الحين ممكن ننفذ هذا المشروع باسرع طريقه وباقل التكاليف؟ ما هي خطتكم المستقبليه لهذا المشروع؟ ان شاء الله اذا تواجد هالمشروع بكثره في الدوله راح يكون تكلفته اقل. يعني الحين نحن مستخدمين طريقه تركيب، نتكلم عن طريقه استخدام المشروع، مثلا كيف راح يركب في المدارس بطريقه اسرع. هو تركيبه مش صعب، انه راح يكون الباب موجود، هو بجانب الباب، والوايرات راح يعني نخفيها بالبايبس، وايضا ما راح يقدرون الطلاب يخربونه لان نحن راح نحطه في بشكل مرتب مكان يعني سيفتي. هي فهني انتم عندكم مثلا خلينا نقول انكم تركبون على كل فصل، يكون هالجهاز مركب على كل فصل دخول وخروج، يعني مثلا على. فانا هني اسالكم شو الطريقه الافضل اني انا استخدم هذا الجهاز واركبه بطريقه تكون جدا مبتكره
ممكن أقلل عدد الأجهزة مثلا. طبعا هاي من إحدى الصعوبات اللي واجهتنا نحن في المشروع، أن كل فصل راح نركبه عندها الجهاز. نحن إن شاء الله في المستقبل راح نحاول نصغر حجمه ونخليه بطريقة مبتكرة. بعد نحن الحين نحاول نصغر حجمه ونقلل من الأجهزة، نحط يعني بدل جهازين نحط جهاز واحد نغير يعني. فإن شاء الله في المستقبل راح نخلي شكله أرتب وأحسن. يعطيكم العافية. أساعدك أنا، بساعدك الحين. بس مهندس سلمك الله، هو الجهاز اي كذي لأنهم هم بعدهم في طور أنهم هم يصنعونه، ولكن أنت ما شاء الله صنعت روبوت. هم لما بتي شركة تدعمهم في المشروع، أكيد الشركة عندها دراسة جدوى، عندها خبرة في القطع، في الرامز الموجودة في السكرين، في الكاميرات، فأكيد بتختار قطع أرخص وبتركبه بأرخص، بس بتعطيهم حق الابتكار نفسه وهم بيبيعونه. صحيح. جميل. المهم أنت عجبك المشروع؟ لا، المشروع رائع. جميل. شكرا للجنة الحكم، شكرا لفريق العين بنات. أحب أن أذكر بوسائل التواصل الاجتماعي، تعليقاتكم وآرائكم تعنينا. فاصل ونعود، ابقوا معنا عشان نعرف النتائج. هذا البرنامج برعاية هلا بكم من جديد. ارحب بالجمهور بلجنة التحكيم. كيفي اكيد مشاعر الطلاب الواقفين عندنا المتسابقين، شو توقعاتهم؟ اي فريق شارك وقف على مسرح نجوم الابتكار هو فايز حتى لو ظهر. معنا اربع فرق، ثلاثة بتواصل المشوار عندنا وفريق بيغادر. ندعو سعادة المستشار عبد الرحمن موسى حمدان للتعليق على المشاريع قبل ما نوصل للنتائج الأخيرة. أول شيء أنا أشكر معالي فريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اللي جاء عشان يدعم مشاريع الطلبة ويدعم ولده عبد الرحمن جزاه الله خير. هو قبل شوي تكلم أنه لبى دعوتي دعما للشباب، فأنا أشكره دعم الشباب ودعم الأجيال اللي بعدنا إن شاء الله، جيلنا وجيل اللي بعدنا. وأشكر أعضاء لجنة التحكيم. بالنسبة للمشاريع اللي شفناها، مشاريع إن شاء الله كلها طيبة، وأتمنى الأربع يفوزون، لكن هو يعني اكيد لازم حد بيطلع، لكن حتى اللي طلع ان شاء الله او اللي بيطلع ما بيكون خاسر لانه وصل للمرحله الثانيه. انا في الحقيقه اكرر شكري لمعالي الفريق ولزيارته، وهذه تاج فوق راسنا وشاكرين له ويجزاكم الله خير. شكرا معك. شكرا للسيد عبد الرحمن موسى حمدان. هب غلط ابدا انك ان يظهر فريق، لان شروط البرنامج تقتضي ذلك. الاهم ان تظل مؤمنا بما تعمل عليه وتعيد التجربة مرة ومرة ومرة حتى نصل بتحدي أكبر. نشوف حين لجنة الحكم مستعدين بالنتائج، والنتائج صارت معاي. ميكروفونكم عندكم مهرة، خبريني شو شعورك حين أنت بالمرحلة الثانية راح تطلعين للمرحلة الثالثة؟ لا يعني تتأهلين ولا ما تتأهلين؟ شو شعورك أنك وصلتي لهالمرحلة؟ بكون يعني مستانسة وإن شاء الله بتطور أكثر، وحتى لو ما تأهلنا يعني يكفي إن وصلنا للمرحلة الثانية. جميل. سلامة سلامة. توقعين مشروعكم كان الأقوى في حلقة اليوم ولا لا؟ أظن هي، لأن نحن مشروعنا راح له مستقبل ودارسنا حتى مشروع زايد لمستقبل، يمكن باكر يسوون فيلم ويتصور ويدخلون ملايين وتستفيد منها شركات وشركات. كل واحد ومشروعه يعني، كل واحد وشو. جميل. كل واحد ثقته بنفسه. انت ما شاء الله عليك واثقه، اتمنى ان هاي الثقه تخدمك في فوزك وبتاهل فريقكم الى المرحله الثالثه ان شاء الله. خلينا نشوف مهره. زين مهره، ليش تضحكين مهرة؟ مو بخايفانة؟ شوي. بس أنا كل حلقتي فيها مهرة طبعاً، ذكرها الحلقة الماضية كذي تم تسوي بأسبوعها. خايفانة؟ مهرة مرتبكة؟ شوي. زايد يتخبرون عنك عندي في السوشيال ميديا، وايد يذكروا لي اسمك من الحلقة الماضية وأنت ما شاء الله اشتهرت. هل توقع انك تكمل للمرحله اللي بعدها ولا مشروعكم راح يطلع في هاي المرحله؟ ان شاء الله. انزين خلينا ندخل ونعلن عن اول فريق راح يتاهل معانا للمرحله الثالثه
بس خلنا نسمع صوت الموسيقى أعلى مخرجنا، خلنا نخوفهم شوية حتى يبوكم زايد هالحلقة قاعد بيدينا. بعلن عن أول بروجكت أو برزنتيشن أو مشروع أو ابتكار راح يتأهل معانا للمرحلة اللي تليها، وهو المشروع والفريق اللي بينتقل للأول، اللي بينتقل إلى المرحلة الثالثة، هو نظام التعريف الذكي للمدارس العين. بنات ألف ألف مبروك سلامة المنصوري. ها ارتحتي؟ شو بتسوين الحين؟ لازم تأهبين نفسك للمرحلة اللي بعدها لأنها أصعب. في البداية لازم ناخذ بنصايح الحكام، أتمنى علشان نتجنب المشاكل اللي تواجهنا في المستقبل. ترى هم قالوا لك عن سالفة التكاليف وانت شردتي منها في هذه الحلقة في مقولة أخرى وساندتك أنا، ولكن نشوف إن شاء الله الحلقة أو المرحلة اللي تليها إن شاء الله تفوزون إن شاء الله. نرجع إلى موسيقانا الجميلة اللي تريح النفس تطمن الخاطر. الله مش حلوة الموسيقى؟ اقسم بربي ما تنسونها طول حياتكم اللي يوقفون هني فوق. تذكرون يوم كانوا يشغلون الموسيقى كيف كنا نخاف؟ الحين هاي ضحكة صيحة، شو بالضبط هاي؟ ما أعلن ثاني مشروع راح ينتقل معانا إلى المرحلة الثالثة، هو شوف نظراتهم كيف خايفانين، هو مساعد التكلم لذوي الاحتياجات الخاصة أبو ظبي. بنات مهرة طبعا يوم قلت أنا ما عرفت يتصفق يتطالع مهرة بلاش. شوف استانستي صح؟ زي بالميكروفون خلنا نعرف الفرحة. خوياتك في الفريق مستانسات؟ ما صفقت؟ مستانسين؟ جميل. نشوف الثالث والرابع ولا ما نشوف؟ نشوف. بقى عندي زايد ومهرة. مهرة علي صح؟ مهرة 1 ومهرة 2. زايد بتفوز؟ الحين يلا يعني الحين بنعرف من بنتقل ومن بنقول له مع السلامة وسامحنا، هاي شروط البرنامج، لكن أنت مبتكر. فريق راح يتأهل معانا للمرحلة الثالثة وبنقول للرابع السموحة منك، الفريق اللي بيتأهل هو موقف سيارات متعددة الطوابق عجمان. مبروك يا مهرة. الله يبارك فيك. مهرة عطينا نكلم زايد شوي. زايد مشروعكم جميل بس انا اخاف اتكهرب فيه. خبرنا شو شعورك وصولك الى هذه المرحله بحد ذاته انجاز. نفس ما انت قلت شعوري. يعني مش زعلان؟ بالعكس. مو زعلان. لازم تجرب مره ومره ومره لغايه ما تفوز وتنجح يا زايد. شكرا لكم. شكرا. نشكر لجنة التحكيم. شكرا للفرق المشاركة. أما الجمهور فدائما ننتظر مشاركتكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ترياكم الأسبوع الجاي بنفس الوقت. مع السلامة.